نبدأ بالأخبار المحلية، حيث خاض المنتخب الوطني تحت سن 22 عاما لكرة القدم تجربته الودية الثانية عندما التقى فريق نادي الجزيرة في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب البتراء في إطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة. المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين، وكان المنتخب خسر أول من أمس أمام فريق النادي الفيصلي بنتيجة 3 أهداف لهدفين في تجربته الودية الأولى. وهدف لقاء اليوم لاختبار جميع اللاعبين من خلال خوض مواجهة الجزيرة بتشكيلتين. ورصد المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد مباريات المنتخب الودية للوقوف على مستوى اللاعبين ومحاولة اكتشاف الوجوه الواعدة التي يمكنها تمثيل المنتخب لاحقا، لا سيما وأن منتخب تحت 22 عاما يخوض هذه الوديات في غياب 8 لاعبين منضمين أيضا لصفوف المنتخب الأول. أوقف المنتخب النسوي لكرة القدم يوم الاثنين الماضي تدريباته التي يخوضها استعدادا للمشاركة في تصفيات المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا للسيدات 2014 التي سيستضيفها اتحاد الكرة خلال الفترة من الأول وحتى 9 حزيران يونيو المقبل. البطولة ستنطلق بمشاركة أوزبكستان ولبنان والكويت. إلى ذلك غادر عمان المدير الفني لمنتخبنا الياباني أوكي ماماساهيكو في زيارة خاصة لذويه تستغرق 2 أسبوع، ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تحضيراته اعتبارا من 10 من شهر كانون 2 يناير المقبل رفقة المدرب منير أبو هنطش الذي سيعمل مع الجهاز الفني للفريق. سيعقد مجلس إدارة الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم جلسة منتصف شهر كانون 2 يناير المقبل بهدف استكمال تسمية بقية الكوادر الفنية لمنتخبات الفئات العمرية، حيث لم يتسنى للهيئة التنفيذية في الاتحاد اتخاذ القرارات اللازمة والتي كانت موجودة على جدول أعمال الجلسة الأخيرة، وبالأخص الموضوع المتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة التدريبية لمنتخبات الفئات العمرية في ضوء غموض مستقبل بعض المدربين بالرغم من التنسيبات التي جاءت من الدائرة الفنية بمباركة أمين السر العام خليل السالم والتي قدمت لمجلس الإدارة في ضوء الحاجة لهذه الأجهزة ومواعيد استحقاقات هذه المنتخبات. يخوض فريق الوحدات لكرة القدم أولى لقاءاته الودية أمام الصريح وذلك عند 3 من عصر يوم السبت المقبل على ملعب النادي الأهلي، والتي تأتي ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة المصري محمد عمر ضمن الاستعدادات لانطلاق منافسات إياب دور المحترفين لكرة القدم التي تنطلق في 8 كانون 2 يناير المقبل. ويواجه الوحدات نظيره الجزيرة يوم الاثنين المقبل، ثم يقف الفريق في محطة شباب الأردن في 3 من الشهر المقبل، ويتبعه في اليوم التالي بملاقاة فريق الفيصلي على كأس المرحوم سليم حمدان. إلى ذلك سيناقش مجلس إدارة الوحدات الأحد المقبل فسخ عقد اللاعبين أحمد عبد الحليم الذي طلب مغادرة الفريق والسوري مهند إبراهيم. ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يجدد عقده مع ناديه ريال مدريد الإسباني. وأكدت الصحيفة أن رونالدو سيرفض الموافقة على تمديد العقد الذي ينتهي عام 2015 والذي ستقدمه إدارة النادي نهاية الموسم. ولمحت الصحيفة إلى احتمالية موافقة إدارة النادي على بيع رونالدو فترة الانتقالات الصيفية لكي تكسب مردودا ماديا من الصفقة، خشية أن يغادر رونالدو النادي الملكي عند انتهاء عقده بعد 2 بالمجان. ومن أبرز الفرق المرشحة لتقديم عقد لشراء اللاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. تحدث لويس فيغو اللاعب السابق في كل من سبورتينغ لشبونة وبرشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان ولاعب المنتخب البرتغالي عن المنافسة بينه وبين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وأكد فيغو أن مواطنه كريستيانو رونالدو قدم أداء رائعا العام الماضي بفوزه بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، وقد قدم أداء رائعا في البطولة الأوروبية أيضا، وأنه يملك المؤهلات التي تسمح له بالفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم، ولكن الكؤوس الفردية ذاتية وهي ترجع إلى آراء 100 شخص، لذلك من الصعب التكهن بهوية الفائز. عبر مدرب مانشستر سيتي روبرتو مانشيني عن غضبه وعدم رضاه للمردود الذي قدمه لاعبوه خلال هزيمة الفريق بهدف لصفر أمام المضيف ساندرلاند. هدف المباراة الوحيد سجله لاعب مانشستر سيتي السابق مايكل جونسون. أصبح الفارق بين الجارين سيتي ويونايتد 7 نقاط لصالح اليونايتد.
وأكد مانشيني أن فريقه لعب مباراة جيدة لكن دون تسجيل الأهداف، وهو ما يقلقه لأن الموسم الماضي كان يسجل بين هدف وثلاثة أهداف في كل مباراة، وهو ما عزاه لعدم استغلال الفرص التي يقوم بصنعها الفريق. You can create it every time 15, 20 chances like this year, last year, 2 years ago. In the end, you lose the game. They are very lucky against us. They defend well. وإلى أوكرانيا، حيث أجمعت الأصوات في الاتحاد الأوكراني لكرة القدم على تسمية ميخائيلو فومينكو مدربا جديدا للمنتخب الأوكراني لكرة القدم. فومينكو البالغ من العمر 64 عاما لعب في دينامو كييف كمدافع في السبعينات، ودرب عددا من النوادي الأوكرانية بما فيها ميتاليست خاركيف ومنتخب غينيا الوطني في العام 94. ويأتي انتخاب فومينكو عقب استقالة المدرب السابق أوليغ لوخين في أيلول سبتمبر الماضي، بعد أن فشل في قيادة الفريق إلى مرحلة المجموعات في البطولة الأوروبية التي شاركت أوكرانيا في استضافتها وبولندا العام الماضي. أكد البريطاني أندي موراي عزمه على زيادة مشاركته في بطولات أخرى غير البطولات الكبرى وتحسين أدائه فيها، فيما يستعد للمشاركة في بطولة العالم للتنس في أبوظبي. موراي خسر في نهائي ويمبلدون على يد روجيه فيدرير، وقد ثائر لخسارته بحيازته على ذهبية لندن قبل أن يحرز أول لقب له ضمن البطولات الكبرى في نيويورك. وتحدث موراي في أبوظبي عن عزمه على تحسين موقعه في الترتيب العالمي ليبلغ التصنيف الأول. موراي سبق وحصل على هذا اللقب في العام 2009 وسيتنافس إلى جانب المجارو مع كل من حامل التصنيف العالمي الأول الصربي نوفاك جوكوفيتش والإسباني دافيد فرير والتشيكي توماس بريديتش والصربي يانكو تيبساريفيتش في البطولة التي تستمر لمدة 3 أيام.